هل ما زال العالم العربي يقرأ؟ طبعا بنسبة كبيرة؟ لا بنسبة يعني قابلة للزيادة، ولكن هو في هذه الفترات يقرأ أكثر مما كان يقرأ في من 30 سنة. دعمت الراحلة نوال السعداوي بأكثر من مرة، وقلت أنك تدعمها رغم اختلافك معها ببعض النقاط، شنو أبرز نقطة اختلاف بين؟ لا، هي كانت سيدة جليلة ومخلصة لأرائها، وبتحاول تغيير الواقع بقدر ما تستطيع، ولكن هي تصنف في التيار المسمى التيار النسوي أو الفيمينيزم. نعم. وأنا يعني لا أتوافق مع هذا التيار، على اعتبار أني أنظر إلى المرأة والرجل باعتبارهم يكونوا كيان واحد هو الإنسان، لا يمكن الفصل بينهم ولا النزاع. لا يجب للفصل ولا النزاع. طيب، عملت مديرا لمركز مخطوطات بالإسكندرية لفترة من الزمن، برأيك شنو أهم مخطوط وقع تحت إيدك؟ لا، هذا سؤال يعني كل مخطوط مهم. قصدي أهمية تمثل يعني بالنسبة لك كانت؟ لا، ما ولا هناك مثلا أقدم مخطوط أيا كان تاريخيا بالنسبة للإسكندرية أم بالنسبة لعموما؟ عموما خلينا. لا، أنا رأيت مخطوطات كثيرة قديمة. المصحف المنسوب لعثمان ابن عفان في طشقند رأيته ودرسته. لا، نسخ كثيرة جدا. هناك المخطوط الأجمل من حيث الخط، مثلا مصحف ابن البواب في شيستر بيتي، مكتبة شيستر بيتي في بريطانيا. نعم. كثيرة يعني السؤال عام جدا. نعم.